بتوجيهة من اللواء ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، شاركت مجموعة من خيالة الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين بقيادة العقيد ركن الشيخ أحمد بن صقر الخليفة قائد مجموعة المراسم والخيالة بالحرس الملكي في احتفالات صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا. يأتي هذا بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على تولي جلالتها للعرش في المملكة المتحدة، وذلك في إطار علاقات الصداقة التاريخية والتعاون المشترك وما تشهده من نمو مضطرد في جميع المجالات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. وقد نالت العروض التي قدمها خيالة الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين على استحسان الجميع، وعكست ما يتمتعون به من مهارة عالية وتدريب متقن، كما خطفت الخيول الأنظار بجمالها ورونقها وما تميزت به من مسير منتظم أبهر الحضور. تأتي المشاركة ضمن مسار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ومشاركة الأشقاء والأصدقاء لأفراحهم في مختلف الفعاليات والمحافل، كما أظهرت اهتمام البحرين برياضة الفروسية والخيل العربية الأصيلة كموروث عربي وتقليد راسخ منذ القدم.